الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا نتعلم من سيدنا وحبيبنا شيخ الشيوخ وإمام الأئمة وأستاذ الأساتذة، هو المعدن الذي تستقي منه الخلق كلها أخلاقهم وآدابهم، عليه أفضل الصلاة والسلام. في موقف من المواقف الغريبة العجيبة، جاءت شابة مع أبيها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وهو القاضي في ذلك الوقت، فبدل أن يجبهها سكت عنها وأعرض كأنه لم يسمعها، فالتفت عنها وأخذ يتكلم مع الصحابة. فقامت البنت إلى أمامه فأعادت الكلام، فأعرض إلى الجهة الأخرى، فقامت أعادت الكلام للمرة الثالثة. فلما كررت ذلك عليه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قالت: يا رسول الله، إنني قد حملت، يعني أمر واقع ليس فيه شك. فقال لها: اذهبي حتى تضعي حملك. يعني أولا أنه أعرض عنها ولم يلتفت، كان يتمنى ويود أنها تذهب أو أن أحدا من الصحابة ينتبه فيأخذ بيدها ويخرجها من الحجرة حتى لا تفضح نفسها ولا يقام عليها شيء وتتوب فيما بينها وبين الله. ما هذا الحب للستر والرحمة بهذه الأمة؟ هذه رحمته بمن ارتكبت معصية من المعاصي الكبيرة، تخيلوا. ثم لما قالت له ذلك وتأكد الأمر قال لها: اذهبي حتى تضعي حملك حتى تلدي. فلما أرادت أن تذهب نادى رسول الله أباها، قال له: خذ بنتك وأحسن إليها. يا جماعة، رسول الله يأمر الرجل أن يحسن إلى بنته، من؟ إلى بنته التي زنت. فكيف بحالنا نحن اليوم؟ الناس تمسك على الواحد التكة، الكلمة، الشيء الخفيف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنها، ثم أوصى أبوها أن يرحمها وأن يحسن إليها، لأنه يعرف أن هذا الأب عربي فيه شدة، فيه غلظة، ربما يضربها، ربما يظلمها، ربما يربطها. قالوا: أحسن إليها. ذهبت حتى وضعت حملها فجاءت، قال لها: اذهبي حتى تكملي رضاعك. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يود أنها ما ترجع، ما وضع عليها حارس ولا وضعها في السجن ولا وضع عليها سجلات ولا قيد اسمها في ديوان ولا قال لأحد من الصحابة: انتبه، لا تنسى بعد سنتين انتبه لها، جيب هذه المرأة، ولا شيء. كان يود أن لا ترجع، ولكن المرأة كانت شديدة الحرص إلا أن يقام عليها الحد. فلما رجعت بعد ذلك ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فأمر بأن يقام عليها الحد. فلما أقيم عليها الحد قال صلى الله عليه وسلم فيها، بعد أن تكلم فيها بعض الناس، قال: والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم. هذا رسول الله رحمها وهي بعد معصيتها، وأثنى عليها بعد وفاتها، وأذكرها بالخير الكبير، بل إنه فتح باب حسن الظن فيها لصحابته عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا هي أخلاق وأعمال رسول الله في تعامله مع الناس، فلا زلنا نغترف من معينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا، كيف نقارن بين تصرفاتنا وبين تصرفات رسول الله؟ هو المؤشر وهو المعيار، إذا أغفلنا هذا المعيار فإن أخلاقنا سوف ترتبك وسوف تتغير. ضعوا رسول الله نصب أعينكم ستكونون على السواء وعلى الطريق المستقيم إن شاء الله. لازلنا نتعلم ونقول لسيدنا رسول الله: منك نتعلم يا رسول الله، يا ربنا أكرمنا بأخلاق من أخلاق نبيك، وزده يا ربي من صلواتك وتسليماتك ما أنت له أهل، رحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى خطاك يا نبينا نسير.
مرشدا ومعلما هذا الحبيب المصطفى.